كلام سريع عن ما جرى في ماليزيا، يمكن ما الناس ما يعرفون. ماليزيا صار فيها انتخابات، وكان الحزب الحاكم اللي يقوده نجيب عبد الرزاق طال أمده في الحكم، واستغرق في الفساد، ودخل في يعني فساد مع السعودية ومع الإمارات، وأخذ أموال طائلة، وليس فقط أخذ منهم الفلوس، تعلم منهم الفساد، أنشأ صندوق سيادي واختفى من الصندوق السياسي، زي مثل شوف محمد بن سلمان، بس على مستوى أصغر. يعني هذا اختفى تريليون، هذا اختفى 11 مليار. فصارت انتخابات، وفازت المعارضة فوزا كاسحا بقيادة مهاتير. مهاتير يعني هو كان ناوي يترك السياسة، لكن حينما رأى هذا الفساد قرر أن يعود إلى السياسة حتى ينقذ البلد من فساد نجيب عبد الرزاق، لأن ما في الشخصيات المنافسة لنجيب عبد الرزاق ضعيفة، فهو تبرع أن يقود المعارضة بائتلاف معارضة حتى يزيح نجيب عبد الرزاق وينقذ ماليزيا. وشكرا له على هذا الموقف، وشكرا له كذلك على فضح هذا الرجل، ومن ثم فضح السعوديين والإماراتيين معه، لأنه الآن منع من السفر ووضع فورا تحت التحقيق، فستنكشف أوراق كثيرة. هذه الضربة الثانية، الصفحة الثانية، خلال أقل من أسبوعين بعد انتخابات لبنان، حينما خسر سعد الحريري وجماعته، رغم كل المليارات التي أنفقها ابن سعود على مدى العقود الماضية، أنفقت السعودية تقريبا مقارنة بإيران تقريبا 30 ضعف ما أنفقته إيران في لبنان. وشوف النتيجة، شوف نتيجة اللي حصلتها إيران، وشوف نتيجة اللي حصلتها السعودية. مو بس انتخابات، الوجود العسكري، الوجود الأمني، الوجود الاستخباراتي، الوجود التنظيمي، التأثير المجتمعي، التحالفات داخل، وثم ختمت وتوجت بنتائج الانتخابات. 30 ضعف أو أكثر، أو ربما 50 ضعف ما أنفقته إيران في، بل كثير من ما أنفقته السعودية انتهى إلى جيب حزب الله. يعني كثير من التمويل للجيش اللبناني أصلا أصبح تحت سيطرة حزب الله. يعني مثل ما أنفقت السعودية في العراق المليارات على العراق انتهت لصالح إيران، والمليارات التي انفقتها في سوريا انتهت لصالح إيران. لماذا؟ لأنه الرؤية عندهم ليست رؤية لمصلحة وطن، ولا لمصلحة دين، ولا لمصلحة أمة، ولا لمصلحة شعب. الرؤية عندهم لمصلحة الحاكم، وبما أنها مصلحة الحاكم فهي تدور حول قضايا لا تنفع لا الأمة ولا الدين ولا الوطن.